بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى. نص حلقتنا الاولاني بيكون عن مجموعه من الاخبار وطبعا او احدث المستجدات اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت في الالعاب الاخرى، والفقره الثانيه عندنا ضيوفنا النهارده الكره الطائره للناشئات. عندنا الشباب او شابات الكره الطائره تحت 18 سنه توجنا ببطوله القاهره بعد مشوار كبير الحقيقه. وليه 18 سنه مهمه بالنسبه لنا؟ لان هم دول نواه الفريق الاول او الفريق الكبير. الفريق بيقوده طبعا كابتن نجلاء فوزي نجمه النادي الاهلي في مديرته الفنيه، طبعا نجمه النادي الاهلي في الجيل الذهبي وصاحبه تاريخ عريض مع النادي الاهلي، ويبدو انها كتب عليها انها يبقى ليها ايضا تاريخ كبير كمدربه وكمديره فنيه. هتكون معانا ومجموعه من اللاعبات هنستعرض مع بعض مشوارهم في بطولة القاهرة. انتظرونا إن شاء الله في الفقرة الثانية، ويكون في كلام كتير جدا جدا عن الفولي بول خاصة في قطاع الناشئات للكرة الطائرة في النادي الأهلي. خلينا نروح للإنترو بعض الأخبار المهمة النهاردة. يمكن الحدث الأبرز عندنا وهو افتتاح مجمع الصلاة بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. الحقيقة أنا عايز أتوقف هنا عن افتتاح مجمع الصلاة. طيب هو إيه الألعاب اللي موجودة عندنا في مجمع الصلاة؟ عندنا أربع ألعاب: تنس الطاولة، كاراتيه، جمباز، سكواش. هنا مجمع الصلاة ليه أهمية كبرى في افتتاحه. ليه بقى؟ لأنه إحنا الألعاب دي كان بيحصل ضغط كبير جدا على أهل الجزيرة. هنلاقي أغلب الأعضاء أو أغلب أعضاء الجمعية العمومية كانوا بيضطروا يروحوا أو يشاركوا في الألعاب دي. يعني سكواش ما كانش عندنا مجمع سكواش، يمكن الرئيسي كان هو في أهل الجزيرة. فطبعا افتتاح مجمع سكواش في الشيخ زايد أكيد هيخف الضغط والتزاحم، زائد كمان هيدي قاعدة عريضة للنادي الأهلي يقدر يختار منهم الناشئين، والمدارس طبعا هتكون أكبر بشكل كبير. عندنا نفس الكلام بالنسبة للكاراتيه، نفس الكلام بالنسبة لتنس الطاولة، نفس الكلام بالنسبة للجمباز. والحقيقة يبدو أن مجلس الإدارة في دورته الجديدة برئاسة كابتن محمود الخطيب بيبتدي الفترة بإنجازات جديدة. خلي بالكم هذا الإنجاز مش وليد اللحظة، ده البنى المجمعات دي يمكن خد فترة، يعني يمكن من الدورة اللي فاتت. طبعا دي صور ولقطات من الافتتاح النهارده، وكابتن مصطفى عسل نجم النادي الاهلي العالمي سادس العالم في الاسكواش كان موجود طبعا في الافتتاح النهارده، ومجلس الاداره بالكامل موجود. خليني اقول لكم انه يعني الافتتاح والانجاز النهارده بالافتتاح ده جاي بالتوازي مع المنشات الاخرى. عندنا فرع التجمع، العمل بيجري على قدم وساق هناك، وان شاء الله الامور تقرب تتفتح هناك ملاعب للالعاب الاخرى بشكل كبير، وده هيساهم في يعني زياده القاعده العريضه في هذه الالعاب، مش بس النادي الاهلي بل مصر كلها. عندنا كمان التطوير اللي بيحصل في فرع الجزيره، عندنا ايضا مدينه نصر، شفنا التطوير الكبير، شفنا الجراج اتعمل في مدينه نصر، شفنا ايضا نقل الملاعب، شفنا مجمع الفود كورت اللي معمول. كل الانجازات اللي بتحصل على المستوى الانشائي ده اضافه قويه مش بس النادي الاهلي ولكن البنيه التحتيه في مصر. خلينا اقول لكم انه انا يمكن اكتر واحد سعيد بده، لانه احنا واحنا لعيبه كان بيبقى عندنا مشاكل ان احنا نتنقل من نادي لنادي عشان نلاقي مكان للتمرين. النهارده مفيش اي مشكله، مجمع زي ده هيكون تحت امر المنتخبات المصريه اكيد، في مكان حيوي زي الشيخ زايد. يمكن مفيش يعني مش متذكر او مش حاضرني دلوقتي اي نادي موجود في الشيخ زايد في مجمع الملاعب دي او مجمع الالعاب دي، مش هتلاقوها بالتجميع ده في المكان ده غير في اهل الشيخ زايد. طبعا ده انجاز كبير، احنا النهارده سعداء بيه جدا. وخليني برضه اقول كان من ضمن الحاجات اللي كان على جانب الافتتاح حاجه طريفه جدا، وكابتن محمود الخطيب بيفتتح مجمع تنس الطاوله، كان النهارده انتوا عارفين نجمتنا العالميه الشابه طبعا او مش شابه هي 14 سنه هنا جوده اللي فازت بالذهبيه الزوجي في تنس الطاوله في بطوله العالم وفضيه الفردي، النهارده كان عيد ميلادها، وكانت اسر تنس الطاوله كانت بتحتفل بالعيد ميلاد. كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته طبعا حضر النهارده الاحتفال البسيط ده وطفوا الشمع مع هنا. يمكن ده هو ده تقليد او روح النادي الاهلي، بتلاقي كل النادي الاهلي في الاخر اسره واحده، ده بيروح يجيب ميداليات، ده بيروح مع المنتخبات ويرجع، ولكن البيت الكبير في الاخر بيجمعنا كلنا. ده يمكن الحدث الابرز، ودي صوره طبعا حضور مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا عيد ميلاد هنا جوده، هنا واقفه في المنتصف، هنا اللي انتم شايفينها دي 14 عام حصلت على بطوله الذهب في بطوله العالم زوجي مع اللاعبه او بطله اليابان، وحصلت على بطوله او الميداليه الفضيه في الفردي، واللي خد الذهب زميلتها في الزوجي بطله اليابان. يعني قصدي اقول لكم انه انجاز كبير. طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم
كل لاعبتنا بيروحوا زي ما احنا شايفين لاعب منتخب مصر في كره القدم عمرو السوليه طبعا كقائد ليهم موجودين مع منتخب مصر يخلصوا ويرجعوا تاني بيتنا الكبير في النادي الاهلي. يعني هتلاقي دايما بنتجمع ونيجي نشارك بعض في النادي الاهلي بكل انجازاتنا اللي احنا حققناها خارج النادي الاهلي. يمكن ده كان الخبر الابرز عندنا النهارده. عندنا خبر تاني الحقيقه يعني سعيد على الرياضه المصريه كلها. يمكن دايما بيبقى احنا متابعين اخبار اولادنا اللي بره وكل اللي موجودين في كل مكان. الاسبوع ده يبدو ان هو اسبوع سعيد على الرياضه المصريه خاصه اللي حقق انجازات على المستوى العالمي كانوا شابات وشباب لسه في مقتبل عمرهم 18 17 سنه. فده بيدي مؤشر ان احنا ان شاء الله في باريس 2024 ممكن يكون لنا عدد زياده في الميداليات. طيب مين اللي حقق انجازات هذا الاسبوع؟ عندنا في الاسبوع ده عندنا هنا جوده طبعا اللي كنت بتكلم عنها من شويه حققت ميداليتين على مستوى بطوله العالم بالبرتغال 14 سنه. عندنا محمد السيد يفوز بذهبيه كأس العالم بأوزبكستان للشباب في السلاح سيف المبارزة عمره 19 عام. محمد السيد فاز بالذهبية في بطولة العالم وعمره 19 عام. طبعا ده هيخليه يعدي كتير جدا في الرانك اللي هيساعده كمان في الدرو أو القرعة في باريس 2024. دايما كلامي هيروح على باريس لأن احنا حلمنا الأكبر دايما بيكون دورة ميدالية أولمبية. فطبعا كل ما بيبقى رانكه أعلى كل ده ما بيجنبه يلعب مع اللعيبة الجامدين في التصفيات فبيوصل بيه إلى الادوار النهائيه بسهوله فبيقدر يضمن ميداليه. عندنا مين كمان؟ ادهم معتز يفوز بذهبيه كاس العالم لسلاح السيف باوزبكستان لشباب 18 سنه. محمد السيد 19 وادهم معتز 18، الاثنين جايبين ذهب بسم الله ما شاء الله، يعني السلاح عامل طفره كبيره جدا. عندنا نعمه سعيد تفوز بذهبيتين وفضيه في بطوله العالم رفع الاثقال في اوزبكستان للكبار وهي عندها 19 سنه، لسه عندها 19 نعمه. وحققت انجاز كبير 3 ميداليات 2 ذهب 1 فضه في بطوله العالم وهي لسه عندها 19 سنه. خليكم فاكرين الاسم ده نعمه ان شاء الله اذا مشت بالمعدل ده وربنا يعني جنبنا المنشطات ومصيده وتراب المنشطات ان شاء الله نعمه هيبقى لها شان كبير جدا كمان سنتين من دلوقتي في باريس 2024 اللي هي الاولمبيات الاهم واللي احنا دايما بندور. خلي بالكم رفع الاثقال ما لعبش في الاولمبيات اللي فاتت، ان شاء الله يكونوا متواجدين ومتواجدين بقوه بعد ما حل ازمتهم الدكتور اشرف صبحي ودخلت الدوله ممثله طبعا في دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وحلوا الازمه ودفعوا الغرامه وشارك طبعا ابطالنا في بطوله العالم وده كان النتيجه. نعمه فازت بثلاث ميداليات ولسه في مزيد ان شاء الله فيما هو قادم. خلينا نرجع لاخبارنا ونبتدي دائما ابدا بالاخبار داخل جدران النادي الاهلي. يمكن هنبتدي بكره اليد سيدات، كان عندنا مباراه مهمه مع 6 اكتوبر فزنا الحمد لله بنتيجه 34-16. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله 6 اكتوبر وفرقتنا طبعا قدرت انها تسيطر من اول الماتش لاخره الحمد لله واضح طبعا من النتيجه. فرقتنا كسبت كل ماتشاتها رايح جاي، كسبت مركز شباب شيفت الانعام وترسانه واتحاد الشرطه ومنوف الرياضي والليدو 6 اكتوبر رايح جاي كل دور رايح جاي، وكمان كسبنا سموحه والطيران والشمس في الدور الاول. فاضل 3 لقاءات في الدور الثاني وبعد كده نتاهل للدور اللي بعد كده ان شاء الله. هيبقى طبعا عدد الفرق اقل وهتبقى المباريات اشرس شويه طبعا. وطبعا بفكر حضراتكم ان احنا بنلعب المباريات دي من غير نجمتنا سندس التونسيه اللاعبه الدوليه اللي بتلعب دلوقتي بطوله العالم مع منتخب تونس في اسبانيا، هي مش بتشارك معانا المباريات دي، ما فيش اي مشكله خالص استئناف الدوري الفرق قادره يعني سد. المهم انها تبقى معانا في الدور اللي بعد كده وده اللي هيحصل ان شاء الله اكون معانا. وبفكركم تاني وتالت ورابع فرقتنا الحمد لله هي حامل لقب 3 بطولات السنه اللي فاتت دوري وكاس وبطوله القاهره. نتمنى ان شاء الله كابتن يحيى يوسف المدير الفني واللاعبات يحققوا نفس الانجاز بتاع السنه اللي فاتت ان شاء الله. هنروح لكره السله رجال، يمكن كان عندنا مباراه زعناها لحضراتكم سبورتنج المباراه اللي فاتت وفزنا بنتيجه كبيره 76-44 في يوم كان كله مفاجآت الحقيقه في دوري السوبر لكره السله. هنلعب المباراه الجايه المصريه للاتصالات في ثاني جولات دوري السوبر هتبقى على صاله المقاولين العرب، ماتش صعب. المصريه للاتصالات فازت على سموحه المباراه اللي فاتت. وعايز اقول لكم كمان انه الاسبوع اللي فات وبدايه الدوري او في مستهل الدوري او دوري السوبر حصل مفاجآت كبيره. عندنا التامين فاز على الاتحاد السكندري فرق 21 نقطه في الشطبي في ملعب الاتحاد الاسكندري ودي الحقيقه دي كانت مفاجاه كبيره جدا. محترف التامين حط 41 نقطه منهم 10 ثلاثيات، الحقيقه يعني الارقام دي يعني من زمان ما شفناش حد حققها. بس الحلقه هناك حلو الحلقه بتلم ولكن مش 10 سي بوينت طبعا. يعني مع فرقه زي الاتحاد بتجيد الدفاع كابتن احمد مرعي الحقيقه هو سيستمه كله دفاعي بيتكع على الدفاع والمدربين اللي بيحترموا الدفاع جدا، فالحقيقه 41 بونت يحطها محترف في الاتحاد دي كانت غريبه شويه. بس ده يعني والجميل ان المحترف ده عنده 40 سنه يعني مش صغير. ف
فدي مفاجاه. المفاجاه الثانيه طبعا زي ما قلت لحضراتكم مصريه الاتصالات بتفوز على سموحه، دي مفاجاه كانت كبيره جدا برضو. المفاجاه الثالثه ان الجزيره فازت فرق حوالي 14 نقطه على ما اتذكر او 15 نقطه على نادي الزمالك، وحصل حادثه شهيره يعني في الماتش مش عايزين نتطرق اليها، يعني ادى لايقاف 2 لعيبه، ولكن مفاجات. يمكن النادي الاهلي فوزه على نادي سبورتنج بفرق 32 نقطه، ده ما يقلش ابدا من نادي سبورتنج. نادي سبورتنج انت هتشوفه هيعمل ايه، نادي سبورتنج هيبقى ليه لو ما نافسش على البطوله هيبقى ليه يعني دخل كبير او هيبقى ليه دور كبير في تحديد مين هو بطل السوبر. ده كان كلامنا عن كره السله رجال. هنروح لكره السله سيدات. دايما الرجال سابقه السيدات بحاجه بسيطه، ليه؟ عشان بطوله افريقيا انتهت بتاعت الرجال بدري. فرقتنا كره السله سيدات لعبت 6 اكتوبر في دور ال 16 في بطوله السوبر، فزنا في المباراتين رايح جاي، المباراه الثانيه فزنا عليهم او على 6 اكتوبر في صاله 6 اكتوبر بنتيجه 117-75، وكررنا الفوز لان احنا في المباراه الاولى فزنا 82-59، وبكده نكون ضمننا التاهل للدور الثاني او دور الثمانيه في السوبر. ونفس الكلام هيبقى 8 فرق بنلعب رايح جاي، 14 مباراه نصهم على ملعبك نصهم في ملاعب الفرق الاخرى، وبعد كده هيترتبوا من الاول للثامن، وبعد كده نفس القصه، الاول يلعب الثامن، الثاني يلعب السابع، الثالث يلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس، هيلعبوا بيست اوف 3، وبعد كده نبدا ادوار اقصائيه، اللي يخسر يطلع، وبعد كده قبل نهائي، وبعد كده النهائي. واحنا يعني السنه اللي فاتت ما يعني ما لم نوفق في دوري السوبر، اللي فاز بيه كان سبورتنج على ما اتذكر. واللي عايز اقوله لكم انه يعني احنا السنه دي الحمد لله ماشيين كويس، فزنا بدوري المرتبط مع فريق السيدات، عندنا لسه كاس مصر، عندنا لسه كمان دوري السوبر، يعني السيدات الحمد لله الدنيا ماشيه كويس. يمكن ثريا هي بس اللي مفتقد جوده، ولكن هي بتتعالج وماشيه في البرنامج العلاجي بتاعها والعلاج الطبيعي، خطوه بخطوه ان شاء الله ترجع تاني لارض الملعب. طيب هنروح للكره الطائره. الكره الطائره يعني الدوري ابتدى، بيلعبوا كل يوم اثنين وجمعه، اثنين وجمعه. بكره عندنا مباراه اسكندريه للبترول بدوري رجال الكره الطائره، وطبعا بقياده الكابتن محمد مصلحي ميدو، وهيلعب طبعا المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6:00. فرقتنا طبعا كان كسبت الماتشين اللي فاتوا الاعلاميين والظهور بنتيجه 3-0. الاهلي بيلعب في المجموعه الاولى فيها سبورتنج ليوب اسكندريه البترول الظهور الاعلاميين. انا بس عايز اتوقف على حاجه هنا، يعني عايز اقولها برضو لجمهور النادي الاهلي، وقد ايه طبعا النادي الاهلي بيحترم الجوانب الانسانيه مع كل لاعب. عندنا اللاعب المحترف الامريكي المحترف في صفوف الكره الطايره. اللاعب زي ما حضراتكم عارفين تاخر انضمامه لفريق الاهلي لانه طبعا الدوري ابتدى متاخر، فهو انضم في شهر اكتوبر الماضي واتمرن مع الفرق. فحصل له ظرف طارئ، زوجته الحقيقه في الولايات المتحده الامريكيه، حالتها الصحيه يعني تعبت ويعني عندها اصابه قويه، يعني ربنا يشفيها يا رب. فهو قدم بطلب للنادي الاهلي ان هو يسافر لزوجته يطمن عليها اسبوعين، والنادي الاهلي وافق له. الحقيقه دي لفته طيبه جدا جدا من النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، بالرغم انه لاعب محترف وماضي عقد مع النادي الاهلي، ولكن عيلته وزوجته، وهو لاعب يعني مش محتاج اتكلم عنه، هو لاعب تراث فريد، يعني فاز مع امريكا ببرونزيه بطوله العالم من سنتين، ولاعب لعب اولمبيات اللي فاتت، فهو لاعب مستوى فريد يعني. فاللاعب طلب ده وقال ان انا عايز اروح لزوجتي في امريكا اطمن عليها، لان عندها يعني اصابه خطيره الحقيقه، وربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مريض. هو مش مركز، فطلب ان هو يروح يطمن عليها عشان يعود لتركيزه تاني. النادي الاهلي سمح له، وده مش غريب عن النادي الاهلي، وانا بحب دايما ابرز الناحيه الانسانيه. النادي الاهلي عمره دايما، احنا رياضه دي في الاول والاخر رياضه، ولكن الناحيه الانسانيه دايما النادي الاهلي بيقدمها خطوات طبعا عن اي امور تانية. وحبيت طبعا اوضح لحضراتكم، وانا قبل طبعا ما اطلع على الهواء اتاكدت من ذلك، واتكلمت مع كابتن محمد مصلح ميدو، وايضا اتكلمت مع كابتن رؤوف عبد القادر. واذا الموضوع كما زي ما قلت لحضراتكم، عشان لو ما شفتوش اللاعب الفتره اللي جايه، هي دي القصه، انه اسبوعين ان شاء الله وهيرجع تاني ينضم للفريق ويقدر ينتظم معاه، وان شاء الله نتمنى لزوجته كل الشفاء العاجل باذن الله، عشان احنا طبعا نتمنى طبعا السلامه للجميع. خلينا نروح لكره الطائره سيدات. كابتن حمدي الصافي عنده مباراه مع الطيران، دي ثالث لقاءاته في الدوري الكره الطائره، والمباراه هتتلعب الساعه 8 بالليل على صاله الشهداء بالصاله الصغيره باهل الجزيره. فرقتنا فازت باول ماتشين، كانت لعبت الظهور في الجوله الاولى وادي دجله في الجوله الثانيه. الدوري بيضم 12 فرقه بيلعبوا مع بعض رايح جاي، والاكثر فوزا بالماتشات هو اللي بيتوج باللقب. طبعا ماشيين كويس، عندنا اشتراكات كتيره، يقال ان احنا هنلعب بطوله عربيه وايضا هنلعب بطوله افريقيه. فالحقيقه في ماراثون وفي رالي طويل للفرقه،
كابتن حمدي الصافي محتاج كل البنات وكل اللاعبات معاه بحاله جيده، والحمد لله حالاتهم كلهم جيده وكويسه. هو بيشارك الجميع وبيبدل، بيعمل روتيشن كل الماتشات عشان يصل الى الادوار المهمه والادوار الاقصائيه اللي بعد كده، لان الحقيقه الكره الطائره عملت ادوار اقصائيه زي كره السله. هيبقى فيه بيست اوف 3، فطبعا التاهل هيكون للافضل، فهتلاقي مقاومه عنيفه وهتلاقي ماتش واثنين وثلاثه بيننا وبين الفرق الاخرى. وارد جدا ان النادي الاهلي بيخسر مباراه عادي جدا، ما فيش اي مشكله، وبيعوض اللي بعديها وبيكسب اللي بعديها. طيب هنروح للسكواش. عندنا بطولة بلاك بول الدولية هتقام خلاص إن شاء الله في الفترة من 12 لحد 16 ديسمبر. عندنا اثنين لاعبات هيشاركوا، دياثرب عادل ونادين شاهين هيشاركوا في بطولة بلاك بول. نادين شاهين في القرعة وقفت مع زميلتها نادين شاهين وقعت في القرعة مع زميلتها في المنتخب مريم متولي. ياثرب عادل فهتلاعب البلجيكية نيلي جيلس. البطوله من البطولات الكبيره واللي بتجمع نقط كبيره جدا للاعبات، ومجموع جوائزها 110 الف دولار امريكي. ده مجموع جوائز بطوله بلاك بول، وبالمناسبه هي بتتعمل كل سنه في هذا التوقيت. السنه اللي فاتت اتعملت في التوقيت ده، وكان ليها اجراءات صحيه طبعا عشان كورونا، وكان في بابل وكان القصه دي كلها. و نفس الكلام هتبقى للرجال، يمكن السيدات بتبتدي الاول وبعد كده بتبقى بطوله الرجال. بطولة مهمة، بطولة كل أبطال العالم بيحاولوا يشاركوا فيها عشان يجمعوا نقط والرانك العالمي بتاعهم يتحسن بشكل أو آخر. طيب عندنا تنس الطاولة سيدات، يمكن خلاص ابتدى الدوري، عندنا دورة مجمعة الأهلي مع الزهور والإعلاميين والأولمبي بدوري سيدات تنس الطاولة. تنس الطاولة سيدات هيلعب مع فريق الأولمبي والزهور والإعلاميين في الدور الثاني من الدوري الممتاز. بياخدوا الفرق بيلعبوا دورة مجمعة في أحد الصالات، هتبقى في المرة دي هتبقى في صالة نادي الأولمبي بالإسكندرية أيام 30 و31 ديسمبر اللي احنا فيه. فريقنا هو حامل لقب البطولة لسنين طويلة طبعا، 8-9 سنين متتالية احنا أبطال الدوري، وبإذن الله يوفقوا في مواجهة طبعا اللاعبات مع الكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز، واللي كان موجود في النهاردة افتتاح تنس الطاولة. وزي ما قلت لكم الافتتاح النهاردة هو إضافة قوية جدا 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 للبنية التحتية في النادي الأهلي. ومعلش أنا بعيد وأزيد في هذا الموضوع، لأنه أنا من أكتر الناس السعيدة النهاردة بهذا الإنجاز. وخلي بالكم الإنجاز ده ما جاش وليد النهاردة، لا، الانجاز ده بتعدله من سنتين او من سنه ونص، من ساعه ما بدات هذا الـ 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 الاستعداد لمجمع الصالات. وخليني اقول لكم ان مجمع الصالات بيبقوا ثلاث صالات قصاد بعض، وفي مكان لجلوس الاعضاء معمول على اعلى مستوى، حاجه طبعا منتهى الشياكه ومنتهى الجمال، يعني بامانه حاجه تليق بالنادي الاهلي وتليق بمصر. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الاخبار داخل جدران النادي الاهلي، وكلمنا عن الحدث الابرز والاهم النهارده وافتتاح مجمع الصالات باهل الشيخ زايد. والحقيقه زي ما قلنا ان هو اربع العاب، تنس الطاوله والسكواش والكاراتيه والجمباز، وافتتحوا النهارده كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل. والحقيقه كان طبعا انجاز كبير، واحنا الحقيقه اكتر الناس برنامج الابطال سعداء بهذا الانجاز، لانه اضافه قويه للبنيه التحتيه في النادي الاهلي، بس مش بس في النادي الاهلي ولكن في مصر كلها، لانه هيبقى تحت امر المنتخبات، وده وضع طبيعي جدا ومش غريب على النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا المحليه اللي بتديها من كره اليد، وفي الحقيقه في قرار غريب، يعني الحقيقه ما نعرفش اسبابه ايه. الاتحاد الافريقي لكره اليد قرر تاجيل بطوله افريقيا لكره اليد اللي كان مقرر اقامتها الشهر القادم لاجل غير مسمى. طبعا ده الخطاب اللي جه من الاتحاد الافريقي بتاجيل البطوله، والبطوله كان المفروض تتلعب من 13 ل 24 يناير اللي جاي في المغرب في مدينه اغادير. الاتحاد الافريقي كان عمل القرعه كمان لو حضراتكم تفتكروا، وكنا وقعنا في المجموعه الاولى الكونغو الديمقراطيه والكاميرون والجابون، وكان معاهم مصر، وبعدين قرروا الغاء القرعه، وبعد كده شويه وراحوا لغوا البطوله كلها. منتخبنا زي ما حضراتكم عارفين هو حامل اللقب، وكنا كسبنا تونس في تونس بنتيجه 27-22 في اخر بطوله، وكانت على صاله المنزل. الحقيقه انا عايز اتوقف عندها شويه، الحقيقه احنا مش عارفين اسباب الالغاء. يمكن الاتحاد الافريقي لكره اليد عمل حاجه لو تفتكروا من فتره برضو، كان الغى بطوله ابطال الدوري لكره اليد، كان برضو قرار برضو فوجئنا بيه بالرغم ان كانت معروف مين اللي هيلعبها بعد ابطال الكؤوس. يمكن النادي الاهلي لعب السوبر، سافر ابطال الكؤوس كسبها، كنا في انتظار بطوله ابطال الدوري لكن تم الغائها. وبعد كده النهارده عندنا بطوله في افريقيا، انا اتوقع ان ممكن يكون الاجراءات الاحترازيه او كورونا ليها سبب من الاسباب، لان المغرب الحقيقه عملت شويه اجراءات، فممكن يكون السفر ليها صعب، فالوقت ضيق ما يلحقوش يعني يخلوا دوله او يتوجهوا لدوله تنظم الموضوع، فقال لك طب نستنى شويه نشوف الوضع الوباء يتحسن شويه. والحاجه كمان الثانيه انه دي هتدربك كل برنامج اعداد منتخب مصر. زي ما حضراتكم عارفين احنا كان عندنا بطوله، يمكن البطوله الوحيده اللي ما فيهاش مشكله اللي هي بطوله الدوري الذهبي اللي هم الاربعه الكبار،
ولكن كان في بطوله عندنا في السعوديه وكان في بطوله عندنا في قطر هيشارك فيها المحترفين او الاجانب يعني المحترفين بتوعنا في الدول الاوروبيه. فطبعا ده هيدربك الدنيا للجهاز الفني، وبالطبع اتحاد كره اليد هيضطر يحط خطه بديله لانه مش عارف الحقيقه هيلعب امتى، وده للاسف بتبقى ساعات بيبقى ليها انعكاسات سلبيه على بعض المنتخبات لانه بيبقى عامل حسابه ومفضي لاعبته وحاطط البرنامج بتاعه. ولكن منتخب مصر او الاتحاد المصري عنده من المرونه، عودونا كده، عندهم من المرونه اللي يقدروا يتحملوا اي قرارات مفاجاه من هذا النوع عشان يقدروا يعدوا بالفريق الى بر الامان. ما كانش في اكتر من بطوله العالم اللي اتعملت في مصر، وكان ناس كتيره جدا هتتاجل هتتعمل، ومنتخب مصر ما تعدش ما خدش اعداد كويس، لعب مباريتين بس مع البحرين على ما اتذكر، ومباريتين مع اليابان، وكان في مباراتين كمان مع الارجنتين على ما اتذكر، هو ده كان اعداد منتخب مصر بس. والحمد لله دخلنا خدنا سابع. يعني اتحاد كره اليد ده نتيجه ايه؟ نتيجه انه طول السنه بيستعد، طول السنه ليه برنامج شغال شغال شغال، ما بيقفش عشان يخلص الدوري وبعد كده اشتغل زي باقي الاتحادات، لا، كل شويه يوقف الدوري والمنتخب يتجمع سواء كبار او صغيرين ثلاث ايام في الاسبوع. فاذا البطوله جت في واحد، جت في اثنين، جت في ثلاثه، احنا جاهزين. وده فكر من الافكار الجيده جدا للاتحادات، انه دايما جاهز، دايما جاهز، انا جاهز لاي بطوله تظهر مفاجاه او تتاجل. فتصور ان الاثار السلبيه لتاجيل البطوله دي مش هتبقى على منتخب مصر، ممكن الفرق الاخرى، خاصه ان قوام منتخب مصر هيبقى من النادي الاهلي ونادي الزمالك واللعيبه المحترفين في الاخر، ودول ماشيين بانتظام في بطولاتهم وماشيين بانتظام في اعدادهم، فما فيش ادنى مشكله خالص في منتخب مصر، يمكن هتبقى مشكله بالنسبه للمنتخبات الاخرى. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو السلاح. احنا كنا بنتكلم الاول في بدايه الحلقه عن الميداليات الذهبيه اللي حصدتها مصر خلال الاسبوع، ويبدو انه اسبوع سعيد على الرياضه المصريه خاصه للشباب. ولكن خلينا نحط الضوء، ده طبعا منتخب السلاح، خلينا نحط الضوء على انجازات منتخب السلاح اللي بيلعب دلوقتي او لعب بطوله العالم للشباب. اخذنا اربع ميداليات ذهب. عندنا اول انجاز او اول حاجه، لو رحنا الميداليه الذهبيه الاولى فكانت من نصيب محمد السيد اللي قلناه في الافتتاح، واللي حقق الذهب في سلاح المبارزه، وبعدها قدر ادهم معتز انه حقق الميداليه الذهب في منافسات سلاح السيف، وقدر منتخب سلاح المبارزه المنتخب ككل بقى في الفوز بالميداليه الذهبيه في منافسات الفرق، بسم الله ما شاء الله يعني. والمنتخب كان بيتكون من محمد السيد سامي، ومحمد السيد، ومحمد ياسين، وعمرو عبد الباقي، وبيدربهم كابتن السيد سامي. المنتخب كله خد الذهب. طب روحنا الميداليه الاخيره بقى، الذهب كانت من نصيب مين؟ منتخب سلاح السيف، واللي اتكون من ادهم معتز، زياد نوفل، اياد معروف، عبد الرحمن الكفراوي، واللي بيدربهم كابتن شريف البكري. كابتن عبد الرحمن الكافوري، انا اسف، واللي بيدربهم كابتن شريف البكري. البعثه بيقودها اداريا استاذه ميرفت حسنين، عضو مجلس اداره اتحاد السلاح. انجاز كبير جدا، انجاز الحقيقه نتوقف عنه، واكيد هنعمل حلقه مخصوصه للسلاح بامانه، لان هم انجازاتهم بدات من الاولمبيات وما قبل الاولمبيات، لما شفنا مصر بتروح على رانك عالمي مميز جدا، وشفنا عندنا كوادر كمان من اتحاد السلاح واسره السلاح بتخش الاتحاد الدولي وبتخش في لجانه المختلفه، فكل ده الحقيقه انجاز كبير، انجاز كبير الحقيقه يحسب للاتحاد السابق والاتحاد اللي جه دلوقتي، وايضا للاعبين اللي طالعين كلهم. كل اللي بقوله لكم دول شباب 18 19 سنه، فان شاء الله كمان سنتين ثلاثه اتمنى ان احنا في باريس 24 نلاقي ميداليه في السلاح، وده مش بعيد على فكره، بتبقى ليه بوادر وبتبقى ليه بشاير اللي احنا شايفينها دي. هنروح لرفع الاثقال اللي راحوا بطوله العالم زي ما قلت لحضراتكم في الانترو، بعد تدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بعد ما سدد باقي الغرامه واللي كانت مقدره ب 160,000 دولار، وكان في 40,000 دولار قبلهم دفعهم من الاتحاد، فالمجمل الغرامه كان 200,000 دولار، ومكن الرباعين المصريين والرباعات المصريات ان هم يشاركوا في بطوله العالم. حققنا ذهبيتين وفضيه لنعمه سعيد، نعمه اللي حضراتكم شايفينها دي حققت ثلاث ميداليات اللي احنا قلناها في الانترو. هنحط الضوء اكتر على نتائج البعثه بقى. نعمة سعيد لاعبة منتخبنا الوطني رفع الأثقال حققت ثلاث ميداليات في بطولة العالم واللي بتتلعب دلوقتي في أوزبكستان في الفترة من 7 لحد 17 ديسمبر اللي احنا فيه. نعمة حققت ثلاث ميداليات دول في منافسات وزن تحت 64 كيلو جرام. الوزن ده الحقيقة مش من الأوزان بتاعتنا، احنا عندنا الأوزان الأكبر شوية. فنعمة الحقيقة داخلة في أوزان أو دخلت في وزن مصر لسه بتقتحمه، وزي ما تقولوا يعني إيه، يعني عندهم شوق إن هم يلعبوا بطولات عالم. ذهب في الخطف طبعا دي أول ميدالية بعد ما رفعت 106 كيلو جرام. وفضه في النطر بعد ما شالت 127 كيلو جرام. وذهب في المجموع برصيد 223 كيلو جرام بفارق كيلو واحد عن اقرب منافسيها لاعبه تايوان، وتايوان الحقيقه من الدول المتقدمه جدا في رفع الاثقال.
وللاسف محمد ايهاب نجم منتخب مصر تعرض للاصابه وانسحب بعد ما اتصاب طبعا في كتفه، بنقول له الف مليون سلامه، في وزن تحت 81 كيلو جرام. منتخبنا مشارك في البطوله دي بسبع لعيبه، وهم محمد ايهاب وزن 81 كيلو جرام، عبد الله جلال وزن 96 كيلو جرام، ودي الاوزان الكبيره الحقيقه اللي دايما مصر بيكون ليها يعني تواجد فيها، احمد عاشور وزن 96 كيلو جرام، الاوزان برضو كبيره، كريم كحله وزن 89 كيلو جرام، احمد جابر وزن فوق 109 كيلو جرام، نعمه سعيد وزن 64 كيلو جرام، زي ما قلت لحضراتكم الاوزان الخفيفه، حليمه عبد العظيم وزن فوق 87 كيلو جرام. دي كانت اخبارنا النهارده الحقيقه، وده اخر خبر كان طبعا يعني زي ما بيقولوا ختامه مسك للرياضه المصريه، وهو ده الاهم، وهو ده اللي احنا بنسعى ليه دائما، هو اسم مصر ان يكون متواجد في كل المحافل الدوليه. وبنجيب لكم هنا في برنامج الابطال اهم الاحداث اللي حصلت، لان دول من حقهم، تخيلوا ميداليه ذهب في بطوله العالم او ميداليات ذهب في بطوله العالم، الحقيقه بيبقى انجاز كبير جدا يعني. طيب خلينا نطلع لفاصل عشان نبتدي نستضيف نجمات وفريق الناشئات او الشابات لكره الطائره تحت 18 سنه، المديره الفنيه طبعا كابتن نجلاء فوزي، اللاعبه فريده عمر، اللاعبه مي محمود، واللاعبه فرح العيدي. هتبقى معانا كابتن نجلاء فوزي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اتكلمنا في المقدمه اللي ما كانش متابعنا، النادي الاهلي البطولات ما بتنقطعش عنه الحقيقه، كل اسبوع بنبقى في حيره من امرنا، يعني سواء انا او فريق الاعداد طبعا اللي انا فرد منه، ان احنا يعني بنبقى مش عارفين من كتر ما شاء الله البطولات، والبطولات المحليه والعالميه كمان، سواء من ولادنا المشاركين مع المنتخبات او المحليه داخل مصر، بيبقى عندنا حيره ما شاء الله من كتر البطولات. الاسبوع ده يمكن كان فيه حدث مهم جدا، هو ناشئات الكره الطائره تحت 18 سنه فازوا ببطوله القاهره، بتبقى في منافسه شديده جدا، في الحقيقه كان لازم نجيبهم ونستضيفهم ونتكلم معاهم ونشوف امالهم وطموحاتهم، خاصه ان في مجموعه كبيره جدا منهم مصعدات الى الفريق الاول. في البدايه برحب بالمديره الفنيه الكفء والقديره طبعا كابتن نجلاء فوزي، وبالمناسبه هي كانت احد لاعبات الجيل الذهبي. اهلا بيك يا كابتن نجلاء. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا في قناه الاهلي. ده نورك، ربنا يخليك. ده بيتك بقى يعني، مش اكيد يعني مش حد يعني بيبقى سعيد بوجودكم قد يعني الحاجه دي. ربنا يبارك فيك يا كابتن هيثم. طب اعزائي المشاهدين، خلينا نشوف تقرير عملناه عن فوز الفريق بالبطوله وارجع لحضراتكم تاني. توج فريق شابات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة نجلاء فوزي المدير الفني للفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعدما اكتسح جميع منافسيه سواء في الدور الأول التمهيدي أو الدور النهائي. واستطاعت شابات القلعة الحمراء الهيمنة على البطولة واكتساح جميع المنافسين بنتيجة واحدة، وهي 3-0، ودون خسارة شوط وحيد على مدار مباريات البطولة القوية. واستهل المارد الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، وتبعه بالفوز على صيد القطامية بنتيجة 3-0، قبل أن يفوز الفريق على هليوليدو بنفس النتيجة، ثم اكتسح الشياطين الحمر فريق النصر بثلاثة أشواط للا شيء. ثم انتقل الفريق لخوض منافسات الدور قبل النهائي، واستطاع الفوز مجددا على المقاولون العرب بنفس النتيجة، ثم الفوز على فريقي هليوبوليس والنصر بثلاثية نظيفة أيضا. وبعدها تأهل الفريق للمرحلة النهائية وواجه 5 فرق، هي هليوليدو، المعادي، هليوبوليس، الشمس، وادي دجلة، وفاز عليهم جميعا بثلاثة أشواط للا شيء. وكان النهائي أمام وادي دجلة رائعة لما يمتلكه الفريقان من لاعبين مميزين، ولكن نجح المارد الأحمر في فرض سيطرته وهيمنته على اللقاء والتتويج باللقب في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. ويستهدف الفريق خلال الأيام القادمة غلق صفحة الاحتفالات والاستعداد بقوة لحصد لقب بطولة الجمهورية. يعني يمكن يا كابتن نجلاء الجميل مش الفوز، الفوز طبعا حاجة جميلة جدا، ولكن ما شاء الله الاكتساح، يعني 13 مباراة لعبناهم على مشوار البطولة تقريبا كله 3-0. أكيد ده ما جاش من فراغ يا كابتن، يعني كلميني مع بداية الموسم خططت لده ازاي، وصلت له ازاي؟ والله يا كابتن هيثم، هو فعلا كان تارجت ليا واللعيبه بتاعتنا ان احنا البطوله دي نكسبها باكتساح. فكان من الاول احنا بدايه الموسم بتاعي كان معايا 8 لاعبات فقط لا غير.
بسبب ان تصعيد اكتر من 6 أو 7 لاعبات في الدرجه الاولى مع كابتن حمدي الصافي. طب ما دي حاجه كويسه. طبعا آه. وفي نفس الوقت كان في 4 لاعبات ضمن منتخب الشابات في بطوله العام اللي كانت مقامه في المكسيك. في المكسيك بالظبط كده. فلحد ما رجعوا كان المفروض الاعداد البدني بتاع الفرقه بتاعتنا انتهى خلاص، يعني هم جوا لي قبل ما نبتدي بطوله القاهره بحوالي 2 أو 3 أسابيع بالظبط. يا خبر ابيض. تمام. فكان لنا خطه عاملاها انا وكابتن تهاني توسن طبعا نائب رئيس الجهاز بتاعنا، وكابتن محمد جيوشي مخطط الاحمال، ازاي نربط اللعيبه اللي جايه من بطوله كاس العالم مع فرقه الاهلي البدني. الحمد لله كل واحد جاي بسرعات مختلفه بالظبط كده، ففضلنا نظبطها مع بعض لحد ما وصلنا للي احنا عاوزينه. طبعا بدأنا مباريات الدور الأول بأربع مباريات زي ما حضرتك شفتها، وربنا أكرمنا وكسبنا 3-0. جميع المباريات كل مباراة كان ليها شكل وليها معنى. بالنسبة للاعبات أنا كان معايا نخبة كبيرة جدا جدا من نجوم مستحيل. أحلى جيل بأمانة ربنا، أحلى جيل يعني ده إن شاء الجيل الله. ده من الجيل اللي تتنبأ له بالخير إنه ده ممكن يكمل في الدرجه الاولى في عندنا في منتخب مصر. كابتن اللي بتقول الكلام ده فعلا عندنا. حضرتك لو شفت حتى عندي كابتن مي غزال، هي كابتن الفريق طبعا، المفروض هي من احسن البلوكر اساسا الموجوده في مصر، هي اخذ احسن اتاكر عندي في البطوله دي فعلا ما شاء الله. وايات ياسين، وعندي كابتن فريده الحناوي. فريده الحناوي لعيبه مميزه جدا وضربه من 4، لعيبه قويه جدا. دي احسن لعيبه متكامله فريده الحناوي طبعا. وعندي مريم ثابت صانعه الالعاب. وعندي فرح العايدي احسن ليبرو. انت كابتن ولا العايدي طبعا. تمام. ايوه. وسلمى يوسف كان عندنا مصابه، للاسف سلمى يوسف ما قدرتش تلعب معانا البطوله دي. الف من سلامه. ربنا يشفيها ويا رب يتم عليها الشفاء على خير وتقدر تساعدنا وتبقى معانا في الجمهوريه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. حصل لها سبرين انكل بس كان قوي جدا، وبعد ما عملت اشعه رنين حصل ان عندها قطع في الوتر. معلش يا كابتن انا اسف، دي ماتش وادي دجله صح؟ ده الماتش النهائي. ده كان النهائي كان صعب. النهائي كان ماتش قوي جدا. قوي. ماتش. انت فاكره الثلاث اشواط خلصوا ازاي؟ الشوط الاولاني كسبنا 25-20. الشوط الثاني كان في نديه شديده طبعا جدا من بدايه الاول، بس احنا على طول المشوار في حاجه فينا كانت ملحوظه قوي. زي اي مباراه كنت ببدا العبها لازم يطلعوا عليا 5-6 بوينت الفريق الاخر. ايه شد الاعصاب؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا في التمرين احنا تعودنا على حاجه معينه قوي، ان احنا بنقسم فرقتين كده وبنلعب مع بعض تقسيمات. فلما الاقي الفريق بتاعنا مثلا الفريق ده كاسب 15 والفريق ده 10، انا اقلب النتيجه، الفرقه دي تبقى هي الكسبه 15 والفرقه دي اللي كسبه 10. فتعودنا على الضغط على طول. بالظبط كده. طب ما ممكن الفرقه بقى اللي هي بتكسب ما تكسبش. لا كان بتحصل، بس انا الفرقتين اتعودوا على الضغط. اتعودنا على كسبان واخسر او خسران. فحضرتك لو شفتنا حتى من بدايه الشوط الثاني طلعوا علينا هم 6-7 بوينت. صفر. طلعوا علينا 7-1 واحنا قاعدين كنا هادين جدا. الماتش ده الجيم ده خلص 26-24. 26-24. والجيم الثالث نفس الموضوع، اخذ نديه هم يسحبوا علينا فرق 6-7 بوينت، احنا نحصلهم ونعديهم ب4-5 بوينت. نفس السكور برضه؟ بنفس السكور 26-24؟ الشوط الثاني 28-26، الشوط الثالث 26-24. 29-4 29 كام؟ 28-26 ده الشوط الثاني. الشوط الثاني 28-26. والشوط الثالث 26-24. يا خبر ابيض، ده كان في نديه رهيبه. الشوطين كانوا جدا. عامل فرقه كويسه. عنده جيل كويس. عنده جيل كويس من الناشئات من 16 سنه هو بيحصل على بطوله القاهره والجمهوريه. ففريق كويس. فريق 18 مصعد لعيبه ملك البحيري. ملك البحيري لعيبه 16 سنه مش 18 سنه صعب. فهو مصعدها ولعيبه مميزه جدا في الضرب الساحق، لعيبه كويسه وكانت ضمن اللاعبات اللي كانت في بطوله العالم اللي في المكسيك. خلينا نرجع للاصابه اللي حلت ب يعني باللعيبه اللي عند حضرتك. انا عندي اكتر من اصابه. لا السبين انكل الشديد. السبين انكل ده كان سلمى يوسف. دي من احسن لعبات البلوك سنتر. بلوك عندي لعبه قويه جدا. اتصابت كانت في اثناء التمرين مع الدرجه الاولى وحصل لها سبرين انكل. فتشخص ان هو سبرين انكل تمزق اربطه. وبعد كده البنت جت حاولت تنزل معايا قبل التمرين قبل المباراه بيومين، حبت تتمرن معايا، نزلت لعبتها شويه، فانا حطيتها في دماغي ان انا تبقى موجوده معايا في الديسكور في اي لحظه تبقى متواجده، وده اللي حصل فعلا. نزلتها بدايه الشوط الثالث، انا سبتها الشوط الاول والثاني. طبعا انا بدلت
ايات ياسين من بوزيشن 2. ايات ياسين لعيبه بتمتاز من ان هي تلعب في مركز 2 ومركز 3 تمام. هي من اول اصابه سلمى فانا قلت لها ايات انت مركز 3، فقالت لي كابتن انا مع حضرتك، وفعلا البنت كانت قد المسؤوليه في مركز 3. فلعبت بيها الشوطين الاول والثاني وكنا الحمد لله كويسين جدا. الشوط الثالث انا كنت عايزه اعمل حاجه ثانيه خالص، كنت عايزه اكسب باكتساح فعلا الشوط الثالث، بس لو كانت مشيت معايا. هي ما مشيتش عشان سلمى كانت مصابه، يعني سلمى نزلتها في اول بوينت او اتنين بوينت كده، فانا حسيت تجمعها على اربعه مركز اربعه ومركز اتنين صعب، البنت مش قادره، في الم، فعلى طول عملت التغييره، ما قعدتش في الملعب اكتر من دقيقتين. حسيتي بيها؟ بالظبط حسيت بيها، وانا ما اقدرش يعني اخسر لعيبه عشان خاطر البطوله نهائي خالص. فطلعتها ونزلت ايات والحمد لله ربنا اكرمنا وفزنا. طب يعني بتتحسن ان شاء الله ولا؟ بتتحسن ان شاء الله الرحمن. هي دلوقتي بتعمل علاج طبيعي وشغاله وبتنزل البدني مع كابتن حمدي الصافي، فهي الحمد لله ان شاء الله الرحمن في العلاج يعني ماشي كويس ان شاء الله. طب برضو انا بحضر تمرينك يا كابتن، انا من الوقت للتاني كده بيبقى لي الشرف ان انا احضر التمرين حضرتك. لا انا اللي بيبقى لي الشرف ان حضرتك تبقى متواجد معانا. دي حاجه بجد جميله جدا، بس انا بحس انت بتهتمي بالناحيه البدنيه قوي، يعني انا شفت حتى التمارين الناحيه البدنيه، والجميل ان اللاعبات بيقدوهم باستمتاع، يعني دايما الناحيه البدنيه بتبقى تقيله على قلب اللاعب. خلينا نتكلم بامانه، واحنا من ايام ما كنا بنلعب واحنا عارفين الكلام ده صحيح، بس انا شفت ان في روح حلوه حتى في اللعب في الدريلات البدنيه. لا في حاله من الـ من الـ من التركيز ومن اللي هم متقبلين ده. تمام. بص يا كابتن عيسى، انا بالنسبه لي كل مدرب بيبقى ليه طريقه لعب معينه او طريقه سيستم معين يمشي بيه. انا من ضمن اللي كنت بشجع جدا جدا الدفاع بتاعي يبقى قوي طبعا. انا بالنسبه لي بحب يبقى دفاعي قوي جدا، فتلاقي اكتر تمريناتي بتبقى دفاع يا بلوك يا ديفنسات، وطبعا الديفنسات بتبقى صعبه جدا زي ما حضرتك شفت العشره الطيبه والهراك وبتاع، ان بعود البنت تتعود على اقصى تعب في مرحله التمرين. فانا من ضمن يعني اللي بشجع. بس الجميل بقى ان هم بيتقبلوا ده منك. لا هم بيبقوا مبسوطين جدا الحمد لله رب العالمين. مبسوطين برغم ان الدريلات دي بتبقى دمها تقيل. لا الحمد لله. اللعيب ما بيحبش يدافع. دي حقيقه. يعني دي حقيقه. بيحبوا يهاجموا جدا. هم بالنسبه دلوقتي لعيبه الفولي اهم حاجه بالنسبه لهم ان هو الضرب، اطلع اضرب الكره في التلت انا كده خلاص انا الايفنت. ده بالنسبه لهم. مع ان لعيب الكوره قول لهم يا جماعه لعيب الكره الطايره قبل ما يكون قوي لازم يكون عنده مخ يفكر امتى اضرب، امتى احط بليس، امتى اعمل ايزي توب، كذا حاجه. بس فاحنا بالنسبه لي انا اهم حاجه كان عندي ان الدفاع بتاعي قوي، وده اللي بيخليني اخلص المباريات بدري. وده جيل حضرتك انت قلت انه مميز، يعني مميز جدا. يعني انت لما تقولي كده على جيل زي ده وانت مرنت كتير وشفتي اجيال كتير، لا يبقى الجيل ده فيه حاجه. في حاجه تانية يا كابتن هيثم، اللاعبات اللي متواجده بتشجعك ان انت تلعبهم في اي بوزيشن. يعني انت عندك لعيبه، كل لعيبه بتقدر تلعبها في المركز اللي انت عاوزه. ممتاز. فانا فبالنسبه لجميع الماتشات ما كنتش بخلي مدرب يقدر يعمل سكاوتنج عليا لسبب واحد، ان انا يعني لعيبه زي نور ايهاب، لعيبه نور ايهاب لعيبه قويه جدا بتمتاز بالضرب الساحق ودفنسها عالي. مركز كام هي؟ هي مركز اتنين اساسي، مركز اتنين. تمام. وبلعبها اربعات عشان هي ضريبه عاليه وبتضرب من فوق البلوك. تمام. انا اكتشفت نور ايهاب السنه اللي فاتت في بطوله الجمهوريه، في نهائي بطوله الجمهوريه طول السنه كنت بلعب بيها في مركز اتنين، فجاه لقيتها ممكن في ماتش الصيد الاخير لعبتها في مركز اربعه، فكانت ضربه الفريق الثاني ان هو مش عارف ازاي تلعب اربعه، مفيش سكاوتنج، فكانت بالنسبه لنا نقله تماما. فالسنه دي نفس الموضوع باديه معاها اثنين واربعه. في ناس كتير قوي بتتكلمني ليه نور ايهام ما تبقاش من الاساسي، من سته الاساسي من 2003 مش 2004. انا بالنسبه لي عندي فريده الحناوي لعبت مركز اربعه، عندي سندس لعبت مركز اربعه، عندي مريم ياسر لعبت مركز اثنين، ايات ياسين بتلعب اثنين وثلاثه. فكل واحدة بتلعب مركز واثنين، وده بيبقى صعب المهم على المدير الفني. فانا بخلي نور ايهاب بالذات بره، يمكن ما بلعبهاش من اول الماتش لما تشوف الدنيا رايحه فين، بشوف بقى فعلا المركز اثنين هل بتاعت بوزيشن اثنين ماشيه كويس قوي هتكمل ولا بتاعت اربعه بالزبط. فدي بالنسبه لي كانت اللعيبه جوكر. طب خلينا نطلع لفاصل بعد اذن حضرتك عشان نضم طبعا احد اللاعبات المميزات في الفريق. كنا نفسنا طبعا كل فريق يبقى موجود، بس طبعا اتمنى وان شاء الله لا الجاي قادم والبطولات الاكثر ان شاء الله هنضم لنا طبعا فرحه العيدي، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لنا في الاستوديو احد نجمات الفريق واللي حصلت على احسن ليبرو في بطوله القاهره، فرح العايدي. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحضرتك. الف مليون مبروك. ميرسي. ربنا البطوله واللقب. ميرسي ربنا. قولي لي بقى عن البطوله والدنيا كانت ماشيه ازاي؟ كنت متوقعه كده؟ متوقعه المكسب؟ متوقعه انك تاخدي احسن ليبرو في البطوله؟ كلمينا عن هو احنا كده كده يعني المكسب ده مفيش اوبشن تاني اصلا، يعني احنا لازم نكسب البطوله. طبعا ما كانش في دماغنا قوي حوار اللي هو احسن لاعب واحسن ليبرو، كان يعني لازم ناخد البطوله الاول، يعني ما ينفعش اخد احسن ليبرو وما اخدش البطوله. صحيح. فكان لازم الاول هدفنا البطوله، وبعدين بقى الجوائز الفرديه دي ترجع للسكاوتنج وترجع للمحللين اللي بره. يعني نفهم من كلامك ان الهدف الجماعي هو الاول، هو الاسمى بيتهيأ لي يعني. بالظبط، لانه هو ده الهدف اللي احنا كلنا بنسعى وراه، انما الارقام الفرديه جت بقى في النص. بالظبط، دي بقى بتبقى اجتهادات شخصيه، بتبقى توفيق من عند ربنا، لكن اهم حاجه ان الفرقه شالت الكاس يعني. برافو عليكي. طيب يمكن اتكلمنا مع كابتن نجلاء في البدايه، انت ما كنتش معانا في الاستوديو، هي قالت ان انتوا تعهدتوا منذ البدايه ان احنا ما نخسرش شوط. دي حقيقه. دي حقيقه. كان لازم، حتى كان في اشواط في ماتش دجله بالذات. صحيح. خلصانه يعني بالعافيه، يعني الشوطين ال 28 26 29 و 26 24 الشوط الثاني والثالث. فبصراحه ما كانش الاشواط دي ينفع تضيع، يعني كنا ماسكين فيها بايدينا واسناننا. طب قولي لي، انت لعبتي بطوله العالم اللي فاتت مع المنتخب في المكسيك ولا لا؟ لا، انا رحت بلجيكا وهولندا. بلجيكا مع هولندا. الشابات. مع الشابات. منتخب الشابات. تحت 20. تحت 20. ده كان قبل البطوله دي بشهر بالظبط. بس افهم من كده انها كانت متصاعده صح ولا لا؟ ولا لا، ده السن بتاعي. ورحت البطوله دي، انما الفريق الثاني راح المكسيك. ده الفريق الاصغر مننا. الاصغر منكم راح المكسيك. طيب قولي لي، يعني يمكن يعني انت بتكسب بطوله القاهره، بتروح على الجمهوريه، بتبقى يعني اشد شراسه، بينضم لينا فرق اسكندريه، بتبقى برضو فرق سبورتنج، فرقه محترمه جدا، الفرقه نفسها بتطور من نفسها. شايفه بطوله الجمهوريه هتبقى برضو ان شاء الله بنفس التميز والتفوق، ولا ممكن نلاقي منافسه ونخسر بعض الاشواط؟ لا طبعا، هي بطوله الجمهوريه منافسه اعلى بكتير، يعني يمكن بطوله القاهره الست ماتشات ما كانش كلهم بنفس، يعني مش بنفس القوه. صحيح. كل ما بنكسب كل ما الماتشات بتبتدي مستوى يعلى، لكن انا شايفه، انا اتفرجت على اسكندريه والبطوله بتاع اسكندريه، كانت بطوله كويسه يعني. كان منطقه اسكندريه. منطقه اسكندريه مين كان فيها مميز؟ انا شايفه ان هم كلهم تقريبا مستواهم قريب من بعض، يعني سموحه سبورتنج، يعني هم كله بيكسب بالعافيه، كله يعني ما بيسيبوش المكسب بسهوله. يعني زي مين مثلا؟ احنا نعرف سبورتنج دايما، سبورتنج وسموحه واصحاب جياد. دلفي. دلفي فرقه طالعه يعني. اسمع طبعا، نادي دلفي عامل شغل كويس بالذات في الكره الطائره. بالظبط. فانا شايفه ان احنا ان شاء الله في الست ماتشات اللي هم في اخر مجموعه هيبقوا صعبين. مش صعبين، بس هيبقى الفولي بتاعهم احلى، يعني هيبقى في لعب رايح جاي اكتر. هنبتدي نحس بقى فعلا ان احنا بطوله جامده، يعني لما ان شاء الله نكسبها. هيبقى مجهودها حلو يعني ان شاء الله تكسبوها. طب قولي لي، يعني كابتن وائل العايدي بقى بابا بيديكي نصايح ايه؟ بس ما قولي النصايح اللي بجد، مش اللي بيتقال على الهواء. يعني هريني. قولي لي اهم نصيحه بيقولها لك. هو كابتن نجم كبير طبعا. لا، هو على طول، هو طبعا طبعا، يعني انا بالنسبه لي هو اصلا، يعني انا الوحيد اللي ببص له بالذات في كره الطايره، لان هو يعني بالنسبه لي مثل اعلى. ايوه، بنت حبيب باباها. مش عشان طايره بس، بنت حبيب باباها. لا، دي حقيقه. يعني مرتبطه جدا بوائد، دي حقيقه في كل حاجه. طب قولي لي بقى اكتر حاجه بيقولها لك وانت دايما يعني فاكراها. هو بصراحه، هو مش في البطوله دي، وفي بطوله العالم انا فاكره بعد اول ماتش، هو كنا بنلعب ايطاليا. يا ساتر. يعني هو اللي خد البطوله، فاحنا اصلا كنا داخلين يعني ربنا. بس عملنا ماتش كويس. عملنا ماتش كويس يعني، بالنسبه لان هو اول ماتش وماتش جامد جدا، فدي كانت حاجه كويسه. فانا طالع عادي، احنا خسرنا طبعا، بس انا يعني احنا طالعين ايطاليا، يعني ده مسكني يعني بهدلني، يقول لي انتوا بتلعبوا في منتخب مصر، انتوا المفروض تشيلوا مسؤوليه اكتر من كده. انا يعني انا ما كنتش شايفه، كنا شايفه ان احنا مستوانا طبيعي جدا. هو لا، هو مش شايف، مش كفايه، ولازم مصر ولازم تلعبوا جامد. يعني درجه هو كان غيور وهو بيلعب كمان. كان غيور جدا. بصراحه شدني اليوم ده قوي، مع اني كنت فابتدي ليه كده يا كابتن؟ ليه كده يا كابتن؟ بس غير كده لا، بصراحه واقف في ظهري جامد يعني. مش طبعاً. بصراحه كفولي وكنصايح وككل حاجه، يعني هو اللي معلمني الدايف، هو اللي معلمني الفرنسيه، هو معلمني كل حاجه. ربنا يخلي ليكي ويخليكي ليا يا رب ان شاء الله. طب قولي يا كابتن نجلاء، يمكن وفريده موجوده معانا في الاستوديو، انت عندك بطوله الجمهوريه برضه، واكيد منافسات، وزي ما هي تابعت البطوله اكيد حضرتك تابعتيها. تمام. شايفه المنافسه ازاي؟ الاستعدادات ليها هيكون ازاي؟ ايه اللي انت محتاجاه عشان تخشي على البطوله الجمهوريه تعملي نفس الانجاز بتاع القاهره؟ والله احنا استعداداتنا، احنا ان شاء الرحمن بعد نهايه منطقه القاهره
اديناهم اسبوع اجازه وبكره ان شاء الرحمن اول بدايه التمرين بتاعنا ان شاء الله. بدايه الجمهوريه الماتشات التمهيديه بتبتدي اواخر 12 ده على طول يعني. ده التمهيدي فاحنا التمهيدي عشان نخش نبدا ندخل في العميق قوي في المباريات القويه قدامنا اكتر من شهر وشهر ونص يعني. بس برضه ورا بعض يعني. مش كبير. احنا بالنسبه لنا منطقه اسكندريه فيها اكتر من فريق زي ما قالت فرح اللي اخذ بطوله منطقه اسكندريه نادي سبورتنج نادي قوي جدا في ال 18 سنه كسب سموحه وفاز على جميع الفرق بتاع اسكندريه. بالنسبه لنا هتواجهنا اكتر من ماتش ولا اثنين ولا احنا هنبقى قدامنا اكتر من 7-8 فرق منافسه بالنسبه لنا كتير. عندنا سبورتنج عندنا سموحه عندنا الجياد وعندنا دجله فعندنا ماتشات هتبقى قويه. الماتشات من اول الدور قبل النهائي لحد الادوار النهائيه دي هتبقى ماتشات قويه جدا جدا يعني. ربي يوفقك. والحمد لله فرقتنا رجاله زي ما بيقولوا كده في الملعب بس هم عندهم حاجه كده دايما انا ابداها في الميتنج لازم اقولها لهم هم عندهم ايه هم بيلعبوا الفرقه اللي قصادهم على قد مستوى الفرقه اقول لهم مالناش دعوه بدي احنا بنلعب على مستوانا احنا وده يمكن بيفسر التقدم اللي بيحصل في الاول بالظبط كده فهم بالنسبه لهم لا بيخشوا هم متاكدين وواثقين 100% ان هم هيكسبوا اندر سكور ومفيش اي مشكله فاهمني ويخش بقى يا كابتن واحده من الناس زي سندس احمد تقول لك ده في الجيب ماتش في الجيب ماتش في الجيب في الجيب مش في الجيب يعني لا لا ده في الجيب في الجيب بص كده الاقي الكل بيضحك مي فرح فريد يا كابتن في الجيب ده شخطه دي وبدله الظابط لا بس حضرتك شديده بس شديده لا والله انا معاهم كويس بمجرد ان انا ما بحبش هم يتهزوا صورتهم بس يعني احنا اتعودنا واحنا صغيرين واحنا بنلعب ايا كان الفريق اللي احنا بنلعبه ما يفرقش معانا احنا بنلعب بمجهودنا احنا ان شاء الله خلص 25 واحد ان شاء الله خلص بس كويس ان حضرتك عارفه ده وحاطه ايدك عليه طبعًا. ودايما بتتك عليه واكيد هيتغير لا هم جدعين بامانه هم جدعين ورجاله في الملعب أكيد. يعني أكيد. في وقت الشده تلاقيهم فعلا موجودين. يعني نقط ال 24 ولا 26 اللي كانت في الماتش مع دجله الشوط الثاني والشوط الثالث في لحظه من اللحظات والله فعلا عمري ما حسيت ان انا هخسر شوط على قد ثقتي فيهم في الملعب كنت واثقه ان هم هم مديني الثقه وبيموتوا على كل كوره يعني ممكن يحصل غلطات من ارسال مقصوده استقبال سيء طلع لا 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 خالص 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 وكل السته كانوا على قلب راجل واحد زي ما بيقولوا كده في الملعب ما شاء الله فانا كنت واثقه ان احنا هنكسب ان شاء الله الرحمن وثلاثه سته وقتينا جت احضر الماتشات والله العظيم احضرها ان شاء الله طب وليه فرح الكاس ده كلمينا عنه وقولي لي يعني طبعا انت فزتي باحسن ليبرو صح؟ كلميني عنه خدتيه بناء عليه وطبعا معلش الميداليه برده وري للكاميرا برده الميداليه ارفعيها كده شويه اي بس كده حلوه قوي لا خليكي شايلها شويه عشان نشوف برده الايه ايوه الكاميرا هتجيبها بالظبط كده دي الميداليه طبعا بالكاس يعني كلميني ليه اللجنه المنظمه كده تمام يا فرح ليه اللجنه المنظمه شافت انت برضو لازم تبقى عارف انا خدت الكاس ده ليه عشان انا ازود من اللي عندي احسن كمان لو عندي حاجه مش متحققه ليه اللجنه المنظمه شافت ان انت تستحقي احسن ليبرو في البطوله والله اللي انا عرفته يعني ان هو كان في سكاوتنج على الماتشات وان هم كانوا بياخدوا بالنسب الاعلى في الفرق يعني على مستوى الفرق كلها يعني كاستقبال طبعا كاستقبال وكاستفنس كليبرو يعني كواجبات الليبرو بالظبط فطبعا انا شايفه ان انا عندي احسن بكتير وان انا برضو ما اديتش 100% في الماتشات يعني انا يعني بالعكس يعني حاسه ان انا يعني في كور لا انا لازم اجيبها يعني بس الحمد لله يعني ان هم ان انا يعني ربنا وفقني ومفروض ان انا ارقامي طلعت يعني المفروض اعلى واحده يعني اكيد ان شاء الله طب قولي لي انت بتتمرني مع الدرجه الاولى كنت في فتره الاعداد معاهم طب ونفسك تلعبي معاهم ان شاء الله ان شاء الله خاصه انت لسه صغير علي يعني 17 18 سنه لسه ان شاء الله يعني لسه قدامك سنتين ثلاثه اكيد ان شاء الله هتبقي في حته ثانيه طب قولي لي يعني مين اكتر المنافسين كانوا ليكي في الكاس ده يعني اكيد في وادي دجله مثلا كان ليبرو كويس اكيد معاكي في الفرقه برضو في ليبرو كويس يعني مين اللي كان بينافسك وكان ماشي معاكي بينافسك على الكاس الفردي ده هو مبدئيا طبعا الواحد يعني في منافسه جوه الفرقه عشان اخش الملعب اصلا مين معاكي كمان معايا ثلاث ليبروات كمان ربع حسن ومريم بدراوي ولقى محمد ما شاء الله هي اللي بقى في منافسه دي جوه الفرقه بالظبط فيعني دي كانت اول منافسه والحمد لله يعني اللي كان احسن هو اللي كان بيلعب وبعدين بقى المنافسه بين الفرق الثانيه بس يعني هي المنافسه كانت اعلى ما بين طبعا الاربع فرق اللي في النهايه اللي في النهايات وادي دجله وادي دجله والشمس ومش عارفه مين تاني بصراحه مش كان الفرقه الرابعه برده كان في منافسه يعني بالزبط. في منافسه داخليه ونفس بس اكتر بين انا احنا وادي دجله يعني يعني لان برده الليبرو كانت هناك فريده سعده كانت كويسه كويسه بس فدي كانت برضو يعني منافسه بيني وبينها يعني بس الحمد لله يعني احنا بنبارك لك عليه مع البطوله بتبقى ليها احساس تاني
ويمكن كابتن نجلاء برضو يعني انا اجي لحضرتك في حته ان انت ما شاء الله عندك مجموعه خدوا كؤوس يعني برضو نستعرضهم مع الساده المشاهدين، يعني مش بس فريده اللي حصلت على كاس احسن ليبرو، عندنا كؤوس فرديه اخرى. والله انا لو كان بايديا ادي الست اللاعبات الموجودين في الملعب 6 كؤوس يا سيدي. الحقيقه يا والله سيدي يا بختكم يا بختكم. عندي كابتن مي غزال، كابتن فريد زي ما حضرتك اخذ احسن اتاكر احسن ضاربه، وبعديها فريده الحناوي اخذت احسن لاعبه متكامله، وبعديها فرح العيدي اخذت احسن ليبرو. وعندي ايات ياسين اخذت احسن بلوكر. ياسين اخذت احسن بلوكر. عندك 4 كؤوس. 4 كؤوس. 4 كؤوس من اصل 6، مش هما بيقولوا 6؟ 6 6 ما شاء الله. ده انا بقول لحياتك لو انا بايديا ادي الستة فعلا يعني. احسن بصيره، انا بالنسبه لي احسن بصيره طبعا مريم ثابت، واخذتها لاعبه ناشئه جميله برضو، لاعبه هنا تامر، لاعبه وادي دجله، لاعبه مميزه. بس طبعا لو قارنتني بين دي وبين دي، الاثنين بنات من يشهد العروسه، من يشهد العروسه، مريم ثابت بالنسبه لي احسن بصيره في السن ده طبعا في المرحله بتاعتها. انا عاجبني الروح اللي بينك وبين اللاعبات بصراحه، يعني انا يعني حاسس بيها في الاستوديو، وانا حسيت بيها في الملعب لما اتفرجت كذا مره على تمرين حضرتك. والله ده مش من فراغ، البنات نفسهم لزاز، عايزين يبقوا حاجه، مش متدلعين. بيتدلعوا في اوقات، بس بيبقوا رجاله في اوقات. ففي علاقه طيبه بيني وبينهم، يعني الحمد لله رب العالمين قدرت ادخل قلوبهم وهم يدخلوا قلبي. فيعني الحمد لله رب العالمين. ده بالظبط كده. طب قول لي يا كابتن قبل ما اخلص، بس كابتن يعني رؤوف وانا بكلمه، معلش لازم نقول القصه دي، انا لازم اعرفها. قال لي اسال كابتن نجلاء عن الحصه والموزه. ايه بقى موضوع الحصه والموزه؟ شكرا يا كابتن رؤوف. والله هو بص، انا من كتر كنا في معسكر في تركيا. تركيا تمام. مع المنتخب ولا النادي؟ مع النادي الاهلي، مع منتخب مصر. منتخب مصر كابتن رؤوف كان ساعتها ماسكها. فاحنا في الوقت ده كان معسكرين في اوتيل، فانا من النوع اللي ما بعرفش انام في فتره الظهر. نهائي، يعني تمام. انزل اتمرن تمرينه الصبح وارجع وافضل صاحي لغايه الليل، وافضل صاحي ما اعرفش ليه. لعيبات كده ولاعبين، وبقيه اللعيبات طبعا كابتن منى عبد الكريم و يسرى لا يسرى كانت صغيره عندنا شويه، منى عبد الكريم، تهاني طسن، نسرين لطفي، الناس الكبيره دي، شيماء عادل، دينا بوده، المجموعه دي كلها. فبيناموا، فمنى عبد الكريم بالذات، فمنى عبد الكريم اوضتها قصاد اوضتي، وكابتن رؤوف في اخر الكليدور. فمنى عبد الكريم مره صحيت الظهر كده مش عارفه تنام، ففتحت الباب وبتزعق لي، يا نجلة مش عارفين ننام، انا عاوزه انام وبتاع. قلت لها منى طب ما تنامي. انا كان في الاوضه اللي جنبنا بنتين صغيرين، واحده اسمها حصه وواحده اسمها موزه سعوديين. كنت بتلعبي معاهم؟ فكنت بيجوا لي العب بقى معاهم في الكليدور بالكوره، فالبنات ما كانتش بتعرف لا هنام ولا اخلي غيري ينام. فمنى عبد الكريم فجرت الموضوع وفضلت تزعق وتعمل عايزين ننام. فالمهم نزلنا التمرين على الفتره الثانيه، فكابتن منى عبد الكريم اشتكتني لكابتن رؤوف في التمرين، فكابتن رؤوف فضل يقول لي حصه وموزه انت لو طلعتي بره الاوضه بتاعتك مش هيحصل. فهو ده موضوع حصه وموزه اللي كابتن. ذكريات جميله الحقيقه يا كابتن، وحاجه جميله يعني. وذكريات وتاريخ كبير. انا بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. دي فكرتنا انتهت، بس احنا ان شاء الله مكملين معانا. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا كابتن ياسين، شكرا، ربنا يخليك. كابتن فريده بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك يا كابتن فرح على فوزك بطبعا الكاس والميداليه، ونورتينا وشرفتينا يا كابتن. ميرسي، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين مكملين معاكم، ونطلع لفاصل عشان نستقبل طبعا فريده عمرو ومي محمود لاعبات الفريق، ونتكلم معاهم عن انجازاتهم الفتره القادمه. الى الفاصل. النادي الاهلي دايما مصنع النجوم، وزي ما قلت لحضراتكم يمكن 18 سنه ناشئات الكره الطائره في النادي الاهلي توجنا ببطوله المنطقه، وهي احد البطولات الموسم. يمكن بعد كده بطوله الجمهوريه. بينضم ليا في الاستوديو نجمات الفريق، بينضم ليا فريده الحناوي اللي حصلت على كاس احسن لاعب متكامل في البطوله. اهلا بيك يا فريده. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه النادي الاهلي. منوره. مبروك على البطوله، مبروك على الكاس. الله يبارك في حضرتك. والله هنا منورانا، كانت بطوله مهمه جدا. طبعا اكيد اكيد. انضم ليا في الاستوديو طبعا نجمه الفريق مي غزال، وخدت احسن ضاربه بالبطوله. اهلا بيك يا مي. الله يحفظك. منورانا في قناه النادي الاهلي. منورك والله. طب فريده، يمكن اجيلك البطوله كانت صعبه، يمكن بالذات مباراه وادي دجله، يمكن مباراه شهدت شوطين كانوا كلوز جدا، وناس يعني متخيله البطوله سهله، مش سهله، لان كنا ممكن بعد الشهر يعني نخسر شوطين مع وادي دجله ونلاقي هوب البطوله خلصت. كلمينا على البطوله بدايتها، هل انتوا تعهدتوا فعلا ان انتوا ما تخسروش شوط اثناء البطوله؟ كلمينا عنها. ايوه، احنا من الاول خالص، من اول البطوله كابتن نجلاء بصراحه عامله معانا مجهود جامد قوي، وكانت دايما بتقعد بقى في الماتشات كمان عامه، اي جيم يا بس يقرب
لو مثلا بقينا الفرقه اللي قدامنا جابت النقطه ال20 تيجي مثلا الجيم اللي وراه تيجي تقول لنا لو الفرقه جابت اكتر من 10 نقط خصم 500 جنيه مثلا، فاللي هي بتخصم المرتب كله بسبب جيم بس. فطبعا هي بتقعد تحمسنا بس، مش بس تخسروا الشوط لا يقربوا. اه بالظبط، فهي بتحاول تحمسنا اللي هو ايه، وفي نفس الوقت تضغط علينا ان احنا نطلع احسن ما عندنا، عشان زي ما هي قالت احنا دايما بنلعب على قد الماتش بس. بس لحد بقى ما وصلنا الحمد لله لماتش الفاينل. طبعا ماتش وادي دجله قدامنا كذا واحده كانوا بيلعبوا في المنتخب فعلا، فطبعا اه بالظبط. فهو ماتش اصلا احنا داخلينه الاستاد حتى كان مليان، كل الناس كل شويه حد يجي يقابلني يقول لي انا جاي بقى يوم الفاينل عشان اتفرج عليك عشان ده ماتش مهم. فطبعا ان احنا بقى نكسبه كمان 3-0 ده طبعا كان انجاز، لان كان الناس حتى الاسر كره الطايره ما كانش متوقعين ده، لان شايفين لا. فريق وادي دجله فريق كويس يعني، متوقعين ان الماتش مثلا هيطلع 3-2 هيطلع مثلا 3-1 بالعافيه للاهلي اللي هو كده. فهو عشان كده حتى الشوطين اللي كانوا قافلين قوي دول لو كنا برضو اتهاولنا في اخر كام نقطه كان خلاص. كابتن نجلاء كانت بتقول يمكن اماي برضو انت كان ليكي دور كبير، يعني لما تاخدي احسن ضاربه، يعني احسن ضاربه دي هي سكورر للفريق، هي اللي بتضرب وهي اللي بتحط. يعني اكيد كان ليكي دور، يعني كلميني برضو عن البطوله، اصعب المباريات، انتوا في بدايه الاعداد كنتوا متفقين على ايه؟ يعني كلميني عن البطوله بشكل عام زي ما فريده كلمتنا بشكل عام. هي طبعا كل مباراه بنخشها بتبقى مهمه، لان احنا زي ما كابتن نوجا قالت بنلعب على حسب مستوى الفرقه اللي قدامنا، فكل ماتش بنخشه نلعب بمستوانا بقى. بس احنا كنا عاملين حسابنا فرقه وادي دجله فرقه كويسه، وهما بقى عشان لعبوا معانا قدامنا في المنتخب وكده، فكل شويه لعبوا بعض يقولوا احنا هنكسبكم ونقول لكم. بس يعني كسبناهم المره دي 3-0، حتى السنه اللي قبل اللي فاتت دي كنا كسبينهم 3-1، خدوا منا اول شوط، بس احنا كنا يعني عازمين المره دي ان احنا نكسبهم 3-0 بالظبط. عشان طب قولي لي، يعني يمكن انت كنت متوقعه تاخدي احسن ضارب، يمكن ده كاس احسن ضارب، طبعا بيبقى دايما احسن ضارب دي بتبقى صعبه شويه. وكمان انا بلعب سنتر بلوك يعني. كمان انا لسه كانت كابتن طبعا نجلاء بتقول ان هي غيرت لك شويه في مركزك في سنتر بلوك، يعني راجل بلوكر، انما يبقى ضارب دي الجديده شويه. هو انا كنت في كاس عام قبل كده لعبت طرف، لعبت مركز 2، كنت برضو احسن ضارب بس على مستوى المنتخب بتاعنا. فان انا اخد احسن ضارب وانا ثلاثات، فدي برضو حاجه. كانت بطوله كاس العالم اللي فين؟ اللي كانت فين؟ كان هنا في مصر. كانت في مصر. كنت ساعتها كنت عامله سكورات عاليه، فلعبتي مركز 2 على الطرف، فطبعا ده يعني اكتشفوكي فيها، او يعني في المنتخب بالصدفه لعبتي، فكابتن نجلاء مسكت فيها وقالت لك بس هلعبها ضارب. بس انا كنت حائط صد بقى، فخدتها احسن ضارب وانا سنتر بلوك. مش طب ده ساعدك، يعني انت لما تبقى بلوكر انت عارف بتطلع على المهاجمين بتاع توقف، فده بيديك اكيد خبره، احط للمدافعين فين، ما انت كنت مدافع تطلع بلوكر، فلما بتطلع على البلوكات قدامك اكيد بتبقى عارف تحط الكره فين. خاصه انت ما شاء الله يعني طويله كشف الدنيا يعني. صحيح الكلام ده ولا انا غلطان؟ ايوه صح. شفت بقى انا بتاع طايره ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. طب وليها فريده، يمكن انت كاسك في شويه شيء مختلف، يعني مي خدت احسن ضارب، انت خدت احسن لاعب متكامل سواء استقبال دفاع ضرب. هو المركز 4 عشان انا بلعب اربعات، فهو مركز 4 شبه بيلم كل حاجه في الملعب، يعني بيبقى بيستقبل بيتلعب عليه بياخد ديفنس وبيطلع بلوك وبيضرب وبيلعب ارسال كل حاجه. فهو بقى ايه، يعني هم بيشوفوا الافضل في اللي عمل كل الخمس ولا ست مهارات صح هو اللي ياخد الجايزه. فهي دايما بتبقى ايه على اللعيب، لكن اللعيب اللي هو اربعات عشان هو بيعمل يعني دايما اللي بيبقى احسن لاعب متكامل. ودي لقطات من ماتش وادي دجله اللي كان في 7-3 تقريبا في استاد القاهره. كان الماتش في الشوط الثاني والثالث كان كلوز جيم جدا، بس خليني اقول انه دايما احسن لاعب متكامل ده زي ما انت بتقولي افهم من كلامك انه بيروح على مركز 4، لان يعني بيبقى الضرب عليه او السيرفات عليه عشان يطلعوه بره الجيم، بيبقى عليه حمل كبير، فهو بيشوف ان هو ده اكتر واحد، يشوف بقى مين انسب واحده في السته مثلا الموجودين. طب مين اللي كان بينافسك؟ هل كانت منافسه داخليه زي ما اتكلمنا يعني قبل كده مع احسن ليبرو طبعا اللي كان يعني خدناها عندنا في الفريق، هل نفس القصه كان في عندك منافسه في الفريق ومنافسه خارج الفريق ولا؟ كان عندي طبعا، انا معايا برضو في الفريق، احنا في اربعات بنبقى 2 في الملعب. فانا كنت بلعب انا وسندس ومعانا نور، كانت طبعا بتنزل في وقت مثلا الجيم قريب بتجيب برضو الجيم، فكان معانا برضو نور ورنا وجيداء، كل دول الناس كانوا معايا في وبقى كانت من افضل الناس في وادي دجله كانت ملك بحيري برضو اللي هي
المنتخب دي برضو؟ اه كانت معايا اصلا في المنتخب وسافرت معانا برضو في بلجيكا كاس العالم. فبرضو هي لعيبه كويسه فكانت برضو دي من المنافسه دي بقى دي اللي كانت خارجيه دي برضو كانت بتلعب قدامنا وبرضو كان ادائها كويس فاللي هو كانت هي دي بقى المنافسه الخارجيه يعني. هايل هايل. وكمان انت الحمد لله يعني قدرت تاخديها اكيد المستوى كان كويس ودي حاجه نبارك لك عليها. برضو نفس الكلام يا مي، مين اللي كان بينافسك؟ هل المنافسه كان جوه الفريق بره الفريق؟ يعني كلميني عن منافسه افضل ضريبه طبعا ما بين الفرق كلها. هو مبدئيا انا كنتش متوقعه جايزه احسن ضارب قوي يعني، كنت عايزه احسن حائط صد بس خدت احسن ضارب. الدم بيحل بقى لمركزك الاول. اه بصراحه بس لا كل يعني كل اللي لعبوا في مركزي الماتش بتاع دجله كلنا كنا كويسين نفس المركز ده، فهي كانت منافسه قويه جدا جدا جدا. فانا اتبسطت قوي المره دي بالذات عشان حاسه ان انا تعبت قوي بقى لي فتره بقى بتمرن وجامعه وبتاع. اه صحيح. طب قولي لي برضو بس انت بتقولي كان نفسك تاخديها احسن ضارب، بس خلينا نتكلم يعني يعني بمنطقيه كده او بعقلانيه شويه. لا لما اخد كاس في حاجه انا اول مره العبها لا يبقى انا عاليه قوي. صح يعني تهالي تديك الثقه اكتر. يعني واخده بالك ازاي؟ بس قبل بقى اللي جاي يعني اللي جاي بقى ممكن كابتن حمدي الصبيع يعني بقى يبتدي يستعين بيكي ضاري يعني قبل بقى اللي جاي. بس انت من النوع اللي هيخلي اي مدرب يتمنى يبقى وجودك معاه. بالظبط. انت بتلعبي سنتر بلوك وضارب فالدنيا جميله. طب قولي تتمرني مع الدرجه الاولى؟ اه بقى لي 4 سنين مع كابتن حمدي. احنا كنا برضو زعنا كذا مباراه وكان انت كنت معاهم في السكور في اكتر من مباراه. طب بتلعبي في الدرجه الاولى ايه؟ مركز ايه؟ حائط صد برضو. حائط صد ما لعبتيش ضارب؟ لا ما لعبتيش ضارب خالص. ما انا بقول لك قبل اللي جاي بقى هنا بقى مركزي بقى هنا خلاص. قبل اللي جاي بقى ان كابتن حمدي الصافي بقى اكيد شاف البطوله واكيد هيستعين بيكي كضارب. لان الضارب بيبقى عمله صعبه خلي بالك برضه. الضارب بيبقى عنده لانه بيتحكم في ريست ايده ودايما هو اللي بيبقى زي ما تقولي نجم الشباك هو الهداف. بالزبط. يعني بالذات بيبقى مركز 4 او الاطراف يمكن اكتر شويه بيبقى هم النجوم في الحته دي. طب خلينا نتكلم عن بدايه الاعداد. يعني انتوا كاعداد طبعا كان اغلبكم على المنتخب وبعد كده رجعتوا ما تمرنتوش كتير مع الفرقه ويمكن كابتن نجلاء دي كانت اكتر مشكله عندها ان في مجموعه مع الدرجه الاولى وفي الاعداد. عملتوا ايه؟ احنا كنا في كاس العالم في بلجيكا في الاول وقعدنا فتره ده ساعتها احنا الاول كنا مخلصين الجمهوريه بتاعه الموسم اللي فات. فاول لما خلصنا قعدنا يوم ولا يومين اجازه ودخلنا وبعدين كان في الكاس تبع مع الفيرست. فده اول لما خلص قعدنا يوم او يومين اجازه وبعدين قلنا ان عندنا منتخب. نعم. فبعدين سافرنا بقى بلجيكا قعدنا الاول معسكر وبعدين سافرنا بلجيكا. فبعدين اول ما رجعنا رحنا على طول برضو على الفيرست كان هما بقى خلاص اخدوا الاجازه بتاعتهم بتاعه الموسم. فاحنا ابتدينا وكان في شبه فرقه ال 18 كلها كانت ساعتها بتتاهل مع الفيرست برضو في الاول. نعم. كان شغل بس بدني بس يعني ما بس بيزهق الشغل البدني ده. يعني هي فتره صعبه بيزهق ما انا قلت لكابتن نجلاء انت يعني في البدني بتهتم بيه جدا بس الغريبه ان انا شفتكم في التمرين انا بحضر تمرينكم ساعات. شفتكم حابين البدني ولا ده حابينه غصب عنكم؟ احنا بنبقى عايزين نشتغل فيتنس علشان احنا عارفين ان الفيتنس هو اللي هيقومنا على رجلنا في الفولي يعني. صح. من غير فيتنس مثلا مش عارفه انط يعني. صحيح. انا هقعد مش هشتغل مش هجري مش هشتغل حاجات للنفس فمش هعرف العب. فاحنا بنبقى عارفين اللي هو الفيتنس اهم حاجه فاحنا كده كده هنعمله وكده كده لازم هو بيفيدنا. بس انا حاسس ان مي ما تحبش الفيتنس شويه. ما بحبش الجري. ما بحبش الجري بصراحه. ابعدونا عن الجري يا جماعه وانا معاكم. ايوه يعني جيم ماشي يعني حواجز شغال بس جري لا. طيب ومين تاني غيرك ما بيحبش الجري؟ خلي بالك يعني انا مثلا فريده ما بتحبش الجري. كمان ما بتحبش الجري؟ كلنا ما بنحبش الجري. ثلاث ارباع لعيبه مصر لما كنت 90% من كل اللعبات ما بيحبوش الجري. طبعا ما بيحبوش الجري. يعني بص وديني اي بس الجري مهم عشان عشان تعرفي كمان لما تيجي نقطه تبقى تروح وتيجي. يعني احنا لما مثلا قبل الماتشات بنقعد حبه مثلا ايه بنقلل حمل الفتنس فايه فبتبتدي بقى نفسك يهدى تاني واحده واحده. فاحنا بقى مثلا كنا في ماتش دجله ده كان في الجيم الاولاني في نقطه فضلت تروح وتيجي تروح وتيجي كتير. فاول ما خلصنا النقطه لقيت نفسي مش قادره تاخدي نفسي خلاص اخدنا يعني كنا لازم ناخد تايم اوت نريح شويه وبعدين. بس خليني اقول لكم حاجه برضو الرالي في البنات النقطه الواحده بتقعد وقت اطول حتى مش على مستوى مصر بس على مستوى العالم كله عشان البنات بتاخد وتدي يعني. طب بالظبط يعني الولاد بيضربوا ضرب جامد وفي اتجاه واحد تك رفعه خلص نقطه. انما في البنات بتلاقي الكره راحه جايه فانتوا محتاجين نفس. فبقول لك يا مي ان عندك مشكله لازم تحب الجري. والله بجري غصب عني يعني ما بحبوش بس بجري برضه. طب قولي لي يعني جري بتجروا قد ايه يعني برضه كان نجري قد ايه؟ مبدئيا كده لفتين تسخين بعد ما بنسخن بقى كابتن رانيا تراك لفتين تراك تسخين بعد كده بقى 10 لفات سبرنت ولا 10 دقائق جري 15 بعد كده بقى 5 تانيين على 2 في الاخر. الله. فبتاع 20 لفه مثلا. الله يعني ده يعني مثلا ممكن تلم لكم مثلا 20 لفه في التمرين.
طب ما قلتليش ليه كابتن نجلاء موجوده هتديكوا الدنيا دلوقتي شويه؟ انتوا جايين تقولوا الكلام دلوقتي بعد ما كابتن نجلاء يعني كابتن نجا عارفه هنقول لها طيب هنقول لها طبعا هنقول لها بس طبعا هو الجري في حد ذاته احنا بنهزر طبعا دي حاجه مهمه جدا يعني طب قولي لي بالنسبه للتقويات برده خلي بالكم دي حاجه مهمه طب بتروحوا كم مره جيم في الاسبوع؟ لان طبعا عشان الاصابات الركب والاناكل الحاجات دي مهمه جدا يعني احنا بيبقى عندنا مثلا في الاسبوع 3 ايام اساسي مثلا جيم سبت 2-4 قبل تمرين بالليل ولا ممكن قبل التمرين اي ميعاد بس يعني هو دايما بيبقى قبل التمرين لازم. ومثلا الحد والخميس بقى مثلا الحد مثلا ممكن يبقى تراك والخميس يبقى حواجز مثلا او كور طبيه يعني الحد والخميس هم اللي بيبقى حاجه ثانيه مفيش قفز بالزنه معاكم ولا انا مش عارف يا جماعه التمرين ده يعني ما شاء الله لا انتوا يعني تمرين مكثف بشكل كبير جدا الناس اللي فاكره ان انتوا بتتمرنوا تمرين او اتنين لا عشان توصلوا للمستوى ده بيبقى موضوع عذاب اليم طب خلينا نتكلم عن الـ 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 مش الناحيه البدنيه الناحيه الفنيه يعني انا دلوقتي راجل اتمرنت وعملت يعني فتنس كويس وناحيه الفنيه بقى بتاخدوا كام ساعه تمرين احنا مثلا في الفتره اللي كانت قبل الماتشات دي احنا كنا بنتمرن مع الفيرست يعني في مجموعه مننا بتتمرن مع الفرقه فلازم ست لعبات تقريبا فلازم كنا بنحضر التمرين بتاع كابتن حمدي كده كده فبنحضر الفيتنس كمان بتاع كابتن حمدي يعني الجيم مثلا تمرين بيبقى من 5:30 نخلص الجيم نخش على تمرين الفولي يخلص الساعه 8 بتاع الدرجه الاولى وبعدين بقى في تمرين كابتن نجلاء لازم بقى نبداها من 8 بقى نخش على الفولي ما تخشيش فيتنس بقى لا ما بخشش بقى فيتنس بخش بقى من 8 ل 10 احنا كده بالتقريب كده خدنا خمس ساعات بدون راحه بس ده سنكم خلي بالكم ده السن اللي انتوا بتعملوا فيه مستواكم بتعملوا فيه المستوى ده طبعا. يعني ما فيش مشكله اطلع من تمرين ده لتمرين ده بالظبط هو ده اللي بيعلي المستوى اصلا طب خلينا نتكلم مع الدراسه بقى فين الدراسه من القصه دي انا عشان اول سنه دخلت علوم قسم بايو تكنولوجي كليه صعبه قوي طب ليه تعملي نفسك كده بحبها لا يبقى بحبها لازم تخشي وهتتفوقي فيها طب عملت ايه برضو الموضوع صعب لا اونلاين ولا دلوقتي السنه دي مفيش اونلاين كله راح بنزل من 8 الصبح الجامعه بخلصها بطلع على التمرين على طول خبر ابيض خلص الساعه كام بخلص 5 الجامعه وبعد تطلع التمرين ده انت كده يعني يا دوبك انا خايف تنامي مني كمان في الاستوديو كنت اجازه امبارح يعني كل يوم كده كل يوم الريتم ده اتعودت بقى من وانا صغيره برافو عليكي بس انا احب الكفاح يعني برافو عليكي طب انت بالنسبه لك يعني انا هي مية عشان علوم فعلوم اصعب بكتير انا كمبيوتر ساينس عين شمس اصعب بكتير برضه صعبه لا اصعب من مية كمان يعني لو فاكره انها سهله لا هي اصعب بس انا بقى مثلا كنت باخد ايه بحاول اعمل الموضوع كله اللي هي مثلا عندي 3 محاضرات مثلا جميل ومثلا عندي النهارده 2 سكشن يبقى دول بحاول اجمعهم كلهم يبقوا يوم الثلاث مثلا يوم الاجازه فبقعد في يوم الاجازه ده في الجامعه من 8 ل 8 بالليل يعني حتى يوم الراحه اللي من التمرين انت مش راحه لا ما انت مجمعه كل بجمعه بقى كله عشان عشان انا ممكن احضره عادي واحضر بقى من 8 ل 10 من 10 ل 12 اريح في النص شويه وابدا تاني بقى دي انت في اولى جامعه لسه زي ما لا انا ثانيه انا سابقه عندك خبره شويه انا في الجامعه انا ايه كنت في اولى متبهدله شويه ثانيه بقى ابتديت ايه اجمعهم مثلا 3 و4 وانزل السبت حاجه الصبح كده يعني مثلا بدات تهندلي الدنيا شويه بالظبط عرفت اظبطيها عشان الدنيا تعدي بس برضو مجهود طبعا يعني برضو مجهود بس انا ذاكر بقى لازم اذاكر من يعني مثلا بعد ما برجع من التمرين ممكن يا اما مثلا لو رجعت على الساعه 11 مثلا ولا حاجه انام مثلا من 11 ل 3 واصحى اذاكر من 3 ل 6 الصبح او من 7 الصبح وانام صعب حياة الرياضيين مش سهلة نتعب طبعا انا ليه بقول الكلام ده عشان الناس تتفرج علينا او الشباب او الناشئات يتفرجوا ان الموضوع مش مستحيل بيحصل ان انت تتفوق ما شاء الله انتم متفوقين دراسيا وفي نفس الوقت في لعبكم متفوقات يعني الموضوع ما يعطلش ابدا سواء الرياضه او على المستوى الدراسي ما يعطلكش ابدا طيب قولي لي يعني ان شاء الله اللي جاي انتم جاهزين له يعني مستعدين اللي جاي سواء مع فرقتكم او الدرجه الاولى طبعا احنا بعد ما خلصنا القاهره المفروض الفرقه اللي هي فرقه 18 اخذت اجازه كذا يوم واحنا كنا نازلين مع الفيرست
وبعدين ايه دلوقتي رجعنا ترجعوا تاني 18 رجعنا بقى تاني المفروض بكره اول تمرين ان شاء الله. والدوري الدوري في الفيرست شغال دلوقتي لسه بادئ وال 18 بقى لسه شويه يعني عبال بقى من الدور التمهيدي ده. الدور التمهيدي ده بتبقى ماتشات يعني لا ده كابتن نجلاء قالت انتوا جايين على الجد على طول بس ربنا يوفقكم يعني تبذلوا مجهود مي وطبعا وفريده بشكركم فريده بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني وانا سعيد الحقيقه بالانجازات دي وان شاء الله نقابلكم بعد بطوله الجمهوريه وانتوا برده واخدين اول يا رب يا رب ان شاء الله. مي بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني مبروك على الكاس ومبروك على الكاس الفردي نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجمات وبطلات 18 سنه للكره الطائره بعد حصولهم على بطوله المنطقه بطوله القاهره طبعا ان شاء الله ليهم مزيد من التوفيق ونتمنى لهم طبعا ان هم يستمروا على هذا الانجاز سواء مع 18 او الفريق الاول. بشكركم شكرا جزيلا ولقاء اخر مع برنامج الابطال.